اتمنى ان الحلقه معانا يعني كونتنت جديد مش هكون فيه وشي خالص، بس هيكون مفيد ليكو جدا. الكونتنت الجديد تقريبا قلت لكم عليه او لا ما قلت لكوش تقريبا، بس هتعرفوه. هو فيفا باتل، كل اللي بعمله اني هجيب 2 لاعبين في نفس المركز قريبين من بعض، في جدال عليهم مين احسن وهقارن ما بينهم، واللي يطلع احسن هقول لكم عليه بكل حاجه، يعني هعمل زي اختبارات وكده. طبعا عشان تفهموا بعمل ايه في الاختبارات، اي لعيب هلعب بكل لعيب 5 ماتشات واجيب الريتنج بتاعه، كل ريتنج في كل ماتش، واعمل افريج ريتنج. طب ماشي يعني ده كده بالنسبه للاختبار لخمس ماتشات والريتنج. طب بس طبعا الاختبارات ما بين المهاجم والخط الوسط والدفاع والباكات ومثلا خط وسط اللي هو السنتر اتاك ميدل اللي هو السي ام والسي دي ام اللي هما خط وسط مدافع خط وسط مهاجم، بيختلفوا طبعا عن بعض. يعني كل مكان كل لعيب مكانه في لعبة في الارض بيتغير، يعني مدافع يعني ما ينفعش اقارنه زي ما بقارن. يلا بينا نخش النهارده، هيكون عشان انتوا كده كل مره هتختاروا، بس انا المره دي هختار عشان دي اول حلقه. طبعا النهارده هيكون ما بين ديفيد لويز وايريك بيل. المره الجايه هتختاروا ما بين ايه اللي هو بيجوفيتش وبوتلاند، وبي اللي هو فاندانوفيتش او بوتلاند. يلا يا جماعه سيب لكم اختاروا ما بين ايه او بي، سيبوا لي في الكومنتات ايه او بي، والمرة الجاية هعمل على أساس. يلا بينا نخش على ديفيد لويز وإيريك بيل. ابتدي الأول بديفيد لويز. ديفيد لويز لعب معايا 5 ماتشات، الأفريج ريتنج كان بتاعه 8.1. طبعا بالنسبة للتاكلز اللي عملها أو يعني الانترسبشنز اللي هو قطع كم قطعة، 35 واحدة، 28 منهم اللي نجح، يعني كم اللي فشلت 7 فشلوا من اصل 35 وعمل 28 انترسبشن من 35 وريتنج بالافريج بتاعه 8.1. طبعا كل ده ظهر قدامكم في الشاشه، فبكده ادي له الريتنج بتاعه 9.10 بالنسبه لسعره بالنسبه لجسمه بالنسبه لكل حاجه. ديفيد طبعا ديفيد لويس دي يعني لازم يكون ليك عشان تختار، بتكون بتختار بهدف. لو عايز واحد يكون هجومي اكتر وبيطلعوا له تمركز دايما قدام وبيطلع قدام كتير، فاللي اختار الانسب ليك ديفيد لويس. لكن لو اختار دفاعي اكتر وساب الدفاعين اكتر يبقى ايريك. هنا نكون خلاص اتكلمنا عن ديفيد لويس، يلا بينا نخش نتكلم عن ايريك بيلي. ايريك بيلي لعب معايا 8 ماتشات، الافرجنج بتاعه 8.0، عمل 36 انترسبشن، 21 منهم اللي نجحت، واللي فشلوا كام 15 واحده فشلوا. فطبعا كده يكون اديله الريتنج بتاعه 8.10. طبعا هتقولي طب ليه 8.10 ما ادتلوش 7.10؟ هقول لكم ليه، لان هو جسمه كويس وفي ساعات بينقذني كتير، ولما بيجي يقطع بيقطع وينقذ ويقطع بمهاره وحاجات كويسه، ويعني جسمه كويس ودايما القطعه بتاعته بتكون مهمه ومش يعني مش وحش، هقدر اقول عليه وحش خالص. فا 8.10 هو انسب ريتنج. طبعا زي ما قلت لكم ان ديفيد لويز عشان لو انت بتحب الهجومي اكتر، لكن لو عايز واحد متمركز دفاعي يبقى ايريك بيلي الانسب ليك. فكده في النهايه ديفيد لويز يكسب بفارق 9.1، الافريج بتاع كان بتاع ديفيد لويز 8.1 والريتنج بتاع ايريك بيلي 8.0. طبعا مش هقدر اتكلم على اسيست ولا جولز ولا باس، لان دول مش مهم بالنسبه لهم، اهم حاجه في المدافع هو يقطع الكوره. يا رب يكون الحلقه دي عجبتكم،
ويكون الكونتنت الجديد ده كويس. لا عجبكم متنسوش تعملوا سبسكرايب للفيديو وهحاسب لكم تاني يا اما تختاروا ايه او بي ايه اللي هو بيجوفيتش وبوتلند او هاندانو او بي اللي هو هاندانوفيتش وبوفون. يلا يا جماعه سيبكم اشوفكم الحلقه الجايه. السلام عليكم.